الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حمل خبراء اقتصاديون حكومة السودان والبنك المركزي مسؤولية الفشل في السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وأكد الخبراء أن حكومة السودان لم تنجح بالسيطرة على سعر صرف الدولار، وأن مباحثاتها مع الجانب الأمريكي لم تحقق أي نتائج إيجابية سوى لقاء بروتوكولي مع بايدن لم يتجاوز 20 دقيقة فقط. وشددوا على أن فشل إجراءات الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار للدينار وتقليص الفجوة بين السعرين. أعلنت إدارة الجمارك الصينية أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين أكثر البلدان المصدرة للنفط إلى الصين خلال شهر تموز الماضي. وأظهرت الإدارة أن صادرات العراق النفطية إلى الصين خلال شهر تموز من عام 2024 بلغت 4,360,000 طن متري أو ما يعادل 33 مليون برميل، بانخفاض بلغت نسبته 12% عن شهر حزيران حيث بلغ 5,700,000 طن متري. تراجعت قيمة الصادرات الهندية إلى العراق خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 16% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023. وذكرت مصادر صحفية أن قيمة الصادرات الهندية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 8,800,000,000 دولار أمريكي بعد أن كانت في العام الماضي 959 مليون دولار. ووفقا للمصادر فقد جاء الانخفاض نتيجة تراجع في صادرات الهند من الوقود حيث هبطت بنسبة 54% لتنخفض من 337 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023 إلى 156 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024. شهدت أسواق إدلب في سوريا انتشاراً واضحاً للمنتجات والبضائع الإيرانية المختلفة وسط استياء الأهالي من وجود تلك البضائع في أسواقهم دون رقابة أو مساءلة من الجهات المعنية. وقال مدير العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والموارد حمد الجاسم إن سبب وجود منتجات إيرانية في الأسواق بإدلب يعود لقلة تكاليف استيرادها مقارنة مع غيرها، بينما هناك مواد ضرورية يجب أن تكون حاضرة في المنطقة. ينظر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية تصل إلى 36% على السيارات الكهربائية الصينية لمدة 5 سنوات، وفي حال وافقت الدول الأعضاء سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية التي تضاف إلى رسوم بنسبة 10% مطبقة أساسا على السيارات المصنعة في الصين بحلول نهاية شهر تشرين الأول المقبل. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.